الحقيقة النهاردة في خبر مهم جدا، خبر يحمل أكثر من بعد، بعد يتعلق بالاستثمار، يتعلق بالصناعة، يتعلق بالتشغيل والأيدي العاملة. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح ترسانة الإسكندرية البحرية بعد تجديدها. زي ما حضراتكم تعرفوا ترسانة الإسكندرية البحرية دي ترسانة عريقة جدا في مجال صناعة السفن وصيانة السفن والتداول. الحقيقة دي من عقود طويلة جدا، ولكن أصابها الإهمال والشيخوخة زي ما أصاب قطاعات كتير جدا في البلد. القوات المسلحة تولت المسؤولية في ترسانة اسكندرية من سنة 2007 ودخلت وشرتها كأمن قومي. زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما ينفعش انها تروح لأي حد، ما ينفعش ان هذه الثغرة الكبيرة على البحر المتوسط اللي بتمثل أمن قومي كبير بالنسبة لنا انها تترك في أيدي أصحاب المصالح أو أصحاب النفوس اللي ممكن للأسف يعني كل يوم ولقات أخرى قد تضر بالأمن القومي. فهنا جه دور زي ما قال الرئيس، جه دور القوات المسلحة في 2007 وخدت المكان وطورته عشان يصبح على أعلى مستوى عالمي. يكفي بس أن أقول لحضراتكم أن كانت السفن اللي بتبنى في ترسانة اسكندرية الأول قبل 2007 كانت حمولتها 20,000 طن، أقصى سفينة ممكن تنتجها. دلوقتي وصلت أنها تبني سفن بحمولة 57,000 طن. يعني تخيلوا حضراتكم القدرات تضاعفت بهذا القدر. قدرة الإصلاح هتبلغ حوالي 80,000 طن. قدرة إنتاج الصلب بدل ما كان بتنتج 4,000 طن سنويا هتنتج إن شاء الله 40,000 طن سنويا، 10 أضعاف تقريبا. الطاقة الإنتاجية الكلية حوالي 230,000 طن سنويا من الصلب. مشروع عملاق بشكل كبير جدا جدا ورصيد جديد يضاف إلى أرصدة المشاريع القومية الاستراتيجية في مصر. النهاردة الرئيس على هامش الافتتاح كان ليه مجموعة مهمة من الرسائل، كان رسالة كده موجهة الرئيس تعمد أنه هو يقف عليها عشان يوصل رسائل مباشرة. أولى هذه الرسائل كانت للمواطن المصري، المواطن العادي، المواطن اللي هو لا مش ممكن ابدا يفكر ان هو لا يهاجر ولا يسيب البلد ولا ان هو يلعن الظلام، ولكن المواطن اللي لازم انه يعني يساهم بشيء، يبذل شيء عشان البلد. الرئيس النهارده طالب الجميع بدورة العمل والمثابره والجد والاجتهاد، وان الكل يشتغل ونشرف على بعض ونشرف على العمل بقلب، ودعا كل مواطن انه لازم ينحت في الصخر عشان البلد دي وعشان مصلحة البلد دي. وضرب مثال بترسانة الإسكندرية الجديدة اللي الدولة ما تخلتش عن العمال فيها، وإنما العمال كانوا موجودين وكانوا بياخدوا رواتبهم من كل مواطن وكل مواطنة لحد ما قامت مرة تانية على رجليها. نشوف مع بعض. خلينا نطبقه بالفعل لواقع، بإجراءات، بضغط، ضغط عمل، ضغط إشراف، ضغط متابعة. أنت بتهابر في كل قطاع من قطاعات الدولة، محتاجة القطاع ده مش يشتغل، يهابر. عارفين يهابر يعني إيه؟ يعني واحد بينحت في الصخر عشان تقوم، عشان تقوم. دي فرصتنا، والناس كلها أمنتنا على مصر. هو مش كلام بنقوله الحقيقة، ده مش كلام بنقوله، ده كلام عايزين نعمله، ده كلام عايزين نعمله ولازم إن شاء الله نعمله.